عليكم. بداية طبعا برحب بالسادة الحضور الإعلاميين والسادة الحضور المسؤولين عن الرياضة في مصر وفي دولة الإمارات الشقيقة. الرئيسون طبعا المسؤولين في مصر الكابتن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد كرة القدم المصرية، وبهنيه وبهني الكرة المصرية والشعب المصري على وصولنا كأس عالم. ثانيا طبعا برحب بالكابتن محمود الخطيب وكابتن والأستاذ سمير حلبية رئيس نادي المصري. في الحقيقة يمكن شرف ما بعده شرف ليا شخصيا والنادي المصري ان احنا نكون متواجدين. مجرد وجودنا في كأس السوبر فهو ده بطولة وإنجاز كبير على المستوى الشخصي، مستوى التدريبي، أو لنادي كبير زي نادي المصري. وأنا دايما بقول النادي المصري من ضمن أكبر 5 أندية موجودة في مصر مع الأهلي والزمالك المصري والإسماعيلي والاتحاد. مجرد الوصول لكأس السوبر أعتقد كان محتاج صعوبات، كان في صعوبات كبيرة جدا، والحمد لله يمكن يستحقها النادي المصري في النهاية أن يكون متواجد مع نادي كبير زي النادي الأهلي. ومش سهل أن حد في أي نادي خاصة أندية كبيرة زي النادي الأهلي والزمالك أن يصل معاهم بكأس السوبر نادي في امكانيات على الاقل امكانيات الماديه وامكانيات البشريه، في ظل وجود عدد كبير من اللاعبين الموجودين في منتخب مصر في النادي الاهلي والزمالك. مجرد ان النادي المصري يكون متواجد اعتقد دي حاجه كبيره لجمهور النادي المصري وبورسعيد، وعلى المستوى كاداره وكجهاز فني ولاعبين. ان شاء الله قبل البطوله ما تتلعب او كاس البطوله ما تتلعب احنا فزنا ببطوله ان احنا بتواجدنا في طرف مع نادي كبير زي النادي الاهلي، وكل اللي نتمناه ان شاء الله ان احنا نحقق اداء جيد مع نادي كبير النادي الاهلي ما يملكه من خبرات ولا وبطولات كبيره. وان شاء الله يكون عند حسن ظن الجماهير المصريه مش جمهور النادي المصري بس ان احنا نأدي مباراه تليق بالكره المصريه بعد وصولنا كاس العالم وتليق بما حققه الناديين سواء على المستوى البطولات للنادي الاهلي او الاجتهاد اللي اتعمل للنادي المصري في الفتره الاخيره. وانا سعيد جدا البطوله بتزيد قيمتها لمجرد تواجدها في دوله الامارات اللي انا بحترمها وبقدرها جدا على مستوى السياسي ومستوى الرياضي. تتمنى اي نادي ان هو يصل لكاس السوبر لمجرد ان هو هتتلعب في دوله الامارات. وكل تحياتي للشركه الرعايه للاستاذ محمد كامل برزنتيشن على المجهود الكبير اللي موجود والساده الرعاه. وده مره اخيره برحب طبعا بالساده الحضور الرياضيين المسؤولين في كره القدم الاماراتيه، واشكركم ان شاء الله يكون عند حسن الظن ونقدم مباراة تليق بالكرة المصرية إن شاء الله. أشكركم جدا. شكرا.